إني حننت إلى رؤياك مجد الرحيل، مجد الرحيل فنبع الصبر قد نطوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا فيكم بحلقه جديده من لقش حلبي. ما خطر ببالي ارى لكم امثله وامثال، خطر ببالي احكيكم شغله صارت معي بحلب. انا الحقيقه طلعت عام 1980 وقبل، وما رجعنا لوقت ما الله سبحانه وتعالى طر هؤلاء الناس، وان شاء الله الله بينصرنا عليهم، الله كريم. بدي أروح أزور بيتنا بالمغير. قلت لنا شباب تعرفوا تأخذوني عن المغير؟ قال لا. قلت له بتعرفوا باب المقام؟ قالوا إيه. خذوني على باب المقام. أخذوني، مجرد ما شفت باب المقام اتذكرت أيام خوالي قبل 35 سنة. طبعا رحت باتجاه الغرب باتجاه الكلاسة ونزلت بالمغر في الشارع اللي قدام المغرب، لا وصلت عند تلاقي التل السوداء مع هالدوار اللي الغرب بروح على الكلاسة، الجنوب بروح على الفردوس، وبالنص بروح على المغير. ومشيت هالطريق ماني ماشي مئات المرات، ماشي آلاف المرات، لكن والله يا أخوان والله شفت الفقر، الأبنية العشوائية، الأوساخ. حلب كانت زهرة من الزهرات قبل ما يجوا البعثيين. كان يضرب بحلب المثل بالنظافة والترتيب والجمال، وكان يعتبروها أجمل من دمشق والقاهرة. حلب تصير هيك؟ كانت جميلة، الآن أبنية عشوائية. تألمت كتير والله، فعلا تألمت. ومشيت بالسيارة، لكن الحقيقة كل شيء متغير علي. غمضت عيوني وقلت لحالي بدي أمشي، أقول للسائق يعني أمشي بقى حسب ذاكرتي، إلف وأقول بزاني هون. هون في حديقة صغيرة كانت، هون المغارة الوتارة، والمنطقة بيعرف الوتارة. امشينا شوية وقفت، قلت لهم وقفوا والله ضيعت. انزلنا يا جماعة، وين بيت أحمد عمي؟ توفي من حوالي يعني أكثر من سنة. قالوا أنت عثمان أكانسي؟ قلت له إيه. قال هذا بيتكم. بيتي اللي ولدت فيه واللي عشت هناك 10 سنوات قبل ما ننتقل لمكان تاني، ما أعرفه. ليش؟ الغربة 35 سنة، الأبنية، الأوساخ، كل هذا برقبة النظام القذر العفن. المهم يا أخوان دقينا الباب وطلع. مين طلع؟ طلع العم الحبيب، بوسناه ودخلنا لعنده. البيت نفسه اللي أنا كنت فيه هو نفسه، ولكن متغير لأنه نفضوا نفض وعملوا هيك أبني وكذا، يعني الحقيقة كل شيء متغير، لكن شميت أنسام حياتي القديمة. الوطن التالي يا أخوان، حب الوطن. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع من مكة قال لها إيش؟ والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. والله استقبلنا وبوسناه، بوست إيده. ليش؟ أنا مشتهي أبوس إيد أبوي، بس أبوي مات، ببوس إيد عمي لأن العم أب ثاني. والله قبل ما يشينا حلف يمين إنه ما نطلع إلا يغدينا كبة. طلعت كبة مشوية وكبة بدراويش،
قلنا له لك عمو لو حلفت ولا ما حلفت نحن ما نطالعين لناكل الكبة، في أطيب من الكبة الحلبية؟ ميت أهلين وسهلين، الله محييكم ومحيي حلب ومحيي أهل حلب ومحيي كل من بيحب حلب وبيحيي سوريا والمحافظات كلها والمدن كلها. إخواني أنا لما بذكر حلب ضمنا بذكر المدن كلها. اللهم احمي سوريا الله يا كريم. إخواني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله. إني حننت إلى